خلينا، انا عندي قضيه غريبه شويه. الاستاذ مصطفى عبد المنعم عبد اللطيف من منشيه مطاي، مركز مطاي المنيا، وزوجته السيده منى امين ابراهيم محمد من نفس المكان برضه، منشيه مطاي مركز مطاي المنيا، راح يطلع ورق خاص بيه في لحاجه معينه، لقى ان زوجته معينه في الحكومه بقالها 21 سنه تمام، وهي اصلا غير معينه في الحكومه، وما تعرفش مين اللي بيقبض مكانها ولا مين اللي يعني منتحل اسمها ولا ايه بالظبط. نسمع الكلام ده من الاستاذ مصطفى عبد المنعم عبد اللطيف. برحب بيك يا استاذ مصطفى. اهلا بيك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اتفضل يا استاذ مصطفى. والله انا كنا نفتح مشروع خاص ورحت التامينات الاجتماعيه عشان افتح باسم مراتي. تمام. دخل الاسم برقم القومي بتاعها. قال لي دي مراتك متعينه تعيين حكومه موظف. تمام. موظفه. موظفه حكوميه. وهي اصلا لا تعمل. وهي لا تعمل. قلت له طب اطبع لي برنت. طبع لي برنت. وقال لي روح التامين والمعاشات اللي هي قطاع الموظفين. تمام. الاداري بالدوله. تمام. ورحت برضه قلت له استعلمنا على الاسم ده. استعلم لقى، قال لي مراتك شغاله بقالها 20 سنه. 20 سنه. دلوقتي بقى لي 21 سنه، انا طلعت 7 8. تمام. انت يعني ذهلت بقى. ذهلت، انا ما كنتش مصدق. فانا قلت لها ازاي ده جه؟ لان انا ما كنتش اعرف. قلت لها اسمك يعني جه ازاي؟ ان انت متعين. فراحت جت لي، ده انا حضرت دوره تدريبيه في 1/4/96. 1/4/96. كويس. تمام. ولقينا الورق اللي هو بتاع البرنت بتاع التامين والمعاشات بتاريخ 1/7/96. تاريخ التعيين. واخد بالك؟ وفي اجر اساسي واجر مقرر. يعني هي راحت حضرت دوره تدريبيه سنه 96. تبع ايه بقى ست الكل؟ تبع وزاره الزراعه. وزاره الزراعه. الصراحه الله. 1/7/96 ده ايه بقى؟ 1/7 ده اللي هو تاريخ التعيين في التأمينات. التأمينات. في التأمينات. ولم تختر انها معينه ولا اي حاجه. فني في الوظيفه، فني في علوم الزراعه. تمام. واسم الام كل حاجه مظبوط، والاسم الاب مظبوط، وكل حاجه مظبوط. مفيش اي. قالوا ده على راس العمل في الاول خالص. تمام. قلت لهم تمام. بعد ما عرفوا الحقيقه قالوا لا ده اكيد غلط، ده الاسم غلط، ده في تشابه. تشابه. قلت لهم طب طلعوا لي المتشابه. اذا كان احنا عايزين، احنا مش عايزين ناذي حد. تمام. راح ما حدش طلع المتشابه. راحوا لما انا شكيت رحت رئيس هيئه الهيئه العامه للصحه الزراعيه في مصر الدكتور حسن طولي. تمام. وقدمت له شكوى رسمه، حتى الناس اللي في المكتب بتاعه كانوا متعاطفين معايا. راح طبعا وكنت شاكي في الرقابه الاداريه وبتاع، راح هو ايه بعد جواب للرقابه الاداريه ان هي اساسا ما استلمتش، اذا كان ما استلمتش يبقى ما لهاش حق ان هي ما مضتش بدفتر التوقيع. مع ان دفتر التوقيع ده مش ما يثبتش ان الانسان موظف او لان انا ممكن ابقى في مكان بعيد ما فيش رقابه ولا بتاع، ممكن يمضوا لي سنه واثنين وثلاثه عادي. امال مين اللي كان بيقبض مكانها؟ الله اعلم، مش عارف. حاولنا نعرف الموضوع ده. يعني مرتبها انت ما تعرفش كان بيروح فين ولا يجي منين؟ لا ما طب ما سالتش المدير اللي هناك مدير المصلحه؟ رحت قلت له مرتب مراتي كان بيروح فين ويجي منين؟ رحت قال له مش موجوده هنا سعادتك. وما مش كان مرتبها بيصرف؟ امال هي ما معنى كلمه التامينات على الاستقطاع؟ الاستقطاع من المرتب بتاعها. طب فين؟ يعني انا سالت ودخلت ويعني رحت لرئيس الهيئه برضه في المنيا، قال لي اذا كان مش بتمضي يبقى ملهاش. قلت له طب الورق ده البرنت ده منين؟ على طبع يعني جابه من دوله ثانيه يعني. طيب المشكله فين دلوقتي يا استاذ مصطفى؟ يعني انت من 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 السنه اللي فاتت وانت عايز عملت محضر، كل ما اعمل محضر يتحفظ واروح للمحامي العام سعادتك وبرضه يتحفظ. المحامي الاول بن سويف، محامي عام اول بن سويف، هو اللي فتح التحقيق القضائي. وسالوني بصراحه. فبعد ما سالوني برضه اتحفظ 17/6. ما هو لما حشوا الاسم هم بيتقدموا ان ما انا ما اعرفش بيتحفظ ليه. اسم ليها على الشاشه. رغم ان في مراتب. امال البرنت ما طالع باسم حضرتك اهو. ما هم شالوه من على الشاشه الاسم. بعد ما اكتشفتوه انتوا؟ ايوه.
فهم لما الوقت بيطلعوا جوابات ان هي ملهاش اسم على الشيء. ملهاش تخطيط. ما انت في ورقه معاك اهو. معايا ورقه بتخطيط. هم مش محترفين. بعد بقى يعني السيستم موجود، لو هم رجعوا بالسيستم بنفس التاريخ ده هيلاقي الاسم. هيلاقي الاسم ليه تخطيط، لكن لما يجي يخش جديد بقى بعد انا ما اكتشفت الموضوع ده ما تلاقيش الاسم على الشاشه، يقول لك ليس لدي تخطيط. قلت لهم بعد ما ظهرت ما رحتوش الشغل ده خالص. لا ولا مره. ما رحتوش ولا مره وانا اتظلمت. ويا استاذ جابر اتظلمت ان كل ما قدم فيهم سابقه مش راضيه تيجي، زملائي تيجي وانا ما اجيش. قبل كده السنين اللي فاتت. ايوه بسبب انت بقى ما كنتش عارفه ان انت متعلمه. ما كنتش اعرف اعرف. وكل ما تيجي تقدمي في حاجه خريجه ايه؟ خريجه دبلوم تجاره 93. وكل ما تيجي تقدمي في حاجه تمنع. ايوه الدفعه بتاعتي كلها اتعينت. والله يا استاذ جابر انا الشقه هتيجي عليا. انا والاولاد معايا 4 اولاد في مراحل تعليم مختلفه وربنا يعلم بظروفي. يعني حرام ده الظلم ده، وانا بلاش سياده الرئيس ان هو يقف معايا عشان هو طلب ان احنا نحارب الفساد، وانا لما جيت اقدم حاجه ما حدش راضي يعمل لي اي ورق ولا اي حاجه. حرام حتى عشان انا فقيره يعني. احنا بنقول ليه سعادتك. تعبت والله يا استاذ جابر. اشمعنى وزاره الزراعه الاصلاح الزراعي؟ لان حضروا الدوره التدريبيه سنه 96. 96 ليه ما جاش البنك او السكه الحديد؟ اشمعنى الاصلاح الزراعي؟ فهي حضروا الدوره وخدوا منها مصادر التعيين بس ليه لم وهي تعينت 1/7/96. طب ليه لم يختاروها ولا يختاروا حضرتك؟ ما اختاروها بالجواب اللي هو. طب وجواب التعيين فين؟ ما اشمعنى جواب التعيين؟ هي مثلا ما بعتوش كانت تستلم وزي اللي قاعد بيقبض مكانك ده فين؟ ما اعرفش. يعني زي جواب الدوره لو بعت جواب التعيين هتستلم. ده المفروض يساعدوني ويشوفوا مين اللي بيعمل كده. معلش جيبوا لي الدكتور حامد تاني يا شباب والنبي. كان 20 واحده. شوف الدكتور حامد تاني. كانوا 20 واحده معاه. ده ممكن يكون عشرات. ده دوله مال دوله يعني. مش معنى الكره سعادتك من ليه مش المدن؟ عشان تبقى العمليه مداريه. لا هتقول يا ريس هتقولي بعد اذنك. يعني انتوا دلوقتي الموضوع عندكم مع وزاره الزراعه. مع وزاره الزراعه ايه. وانتوا قدمتوا بلاغات وبتحفظ. وما هو اتفقوا برضه مع الهيئه العامه اللي هي التامينات ان برضه يشيل الاسم من على الشاشه. يعني دلوقتي انا لما اكون التماسك. يعني انت دلوقتي السيده منى ملهاش ورق. بعد ما انت اكتشفت الازمه كده على الشاشه. بعد ما اكتشفت المصيبه دي راح شايل لك الورق من التامينات. من الشاشه. ايوه. انت مالكش ورق عندها. سعادتك دلوقتي. يعني هي مش موظفه ولا حاجه. بعد ما شالوا الورق. ايوه. بس الورق الاولاني. معايا الاصل. انا معايا الاصل ده الصوره. انا معايا الاصل. معانا اصل. معايا الاصل اللي بيطالع من المكنه نفسها. مكنه الكمبيوتر نفسها. لكن هم لما حسوا ان انت اكتشفت الخطا ده راحوا شالوا الاسم. فممكن تعمل مشكله. ايوه. فراحوا شايلين اسمها عشان يداروا على وداروا بقى على المصيبه اللي تحت. مش يقول الورق ده جابه منين؟ طالع منين؟ طلع منين؟ طب ما يقول ده مزور. طب ما انا اعمل محضر في النيابه. ما قالش ليه ده مزور؟ عشان ما تنزلش قضيه. هيجي خبير ويشوف الورق ده مين اللي طابعه. طب ايه اللي انت عايزه يا ابو مصطفى؟ ايه اللي انت عايزه؟ يعني انت وصفت كده المشكله. انا عايز حاجه. يعني انا طالب ان هي تبقى هي موظفه كده رسمي وما هي ما استلمتش برضه. يعني هي في القانون ان هي موظفه بالنسبه للورق اللي معانا ده ان هي ترجع شغل وتاخد حاجه. طب انا مش عارف مين. وبعدين سعادتك لو انا التامينات اللي هي اللي لو واحد فتح كشك في الشارع ليه ملف؟ فين الملف بتاعها اللي في التامينات دي؟ بيقطعوه ولا ايه ودوه فين؟ ما هو كده خلاص كده هم بيتخلصوا من كل حاجه. طب ما جريمه. طب يبقى الورق ده بقى وصلتوا لحد يا جدعان؟ ايه؟ يا دكتور حامد يا دكتور هو الوظيفه بتاعت حضرتك كانت فين يا فندم؟ المشروع القومي لتاهيل الشباب الخريجين ولا كانت فين؟ ايوه دي الدوره التدريبيه. دي الدوره التدريبيه. يا دكتور. يا دكتور. لا اله الا الله. شوف سعادتك. يا دكتور حمدي ازي حضرتك؟ يا دكتور. يا دكتور حامد. يلا يا جدعان. يا جدعان يلا يا جدعان. يا جدعان يلا. سعادتك بص في هنا اجمالي المرتب هنا وتاريخ الاشتراك التعيين. ده اجمالي المرتب ده الاساس. المرتب ده 208 لما تضرب في 21 سنه يطلع اكثر من 50,000 جنيه.
ده اصلا المرتب ده خلي بالك من غير حوافز ومن غير اي حاجه. واسم الاسم الام عندك هتلاقيه عالي احمد عالي ده هي المفروض ترجع شغلها وتاخد الفلوس الاصل دي الفلوس الاصل دي والمفروض انها وتبدا من اول وجديد انها موظفه لان كده ما هي اتحرمت من وظيفه في أصلاً. ناس قالوا اسمها نزل غلط ازاي باسم الام ورقم القومي وتاريخ الميلاد بتاعها ورقم التامين ورقم التامين بيقولوا رقم التامين ده بيبقى زي البصمه بالظبط ما كل واحد ليه رقم تامين. طيب لو حد اصل المساله ممكن وزاره الزراعه لو حد من رئاسه الجمهوريه ارجو كان بيبقى في قضايا زي ديت وكان اخواتنا وحبايبنا في الرئاسه بيتواصلوا وفي حد بياخد الورق ده لان الموضوع ده عايز قول منفصل يعني مش عايز ان احنا ناخد وندي فيه يعني والناس دول غلابه. انا بناشي يعني سياده الرئيس يا سياده الرئيس انا اتظلمت يا سياده الرئيس ومعايا اربع اولاد وشقتي هتيجي عليا انا مش بطلب حاجه من حد انا عايز اخد مرتبي ده وابني شقتي اللي هتيجي عليا انا واولادي دي حرام حتى انا مش بطلب حاجه من حد انا بطلب حقي حقي ده انا عايشه في مصر يعني ام الدنيا يعني ده عمل شريف يعني انا مش بنطلب حاجه مستحيله يعني. الورق دي اديناها معانا وان شاء الله الاسبوع الجاي برضه هنشوف لها حل. عم مصطفى يعني مهمتنا كلنا ومساعدتنا كلنا هنقدر ان احنا نعمل معاه حاجه كويسه ربنا يسهل. والورق اللي ما كانش في وزاره الزراعه يروح اي مؤسسه ثانيه وهنتابع برضه مع وزاره ال ده بالاضافه في حاجه ثانيه القوى العامله كنت عايز اقولها لساعتها بعتوا لي شنو القانونيه في هيئه الاصلاح الزراعي أكثر من مرة يوم بعد ما رد الدكتور حسن الفولي طب بيبعتوا لي ليه تاني بيقولوا تعالوا هات الورق الأصلي عشان يعملوا تحقيق وأمضي أنا قلت لهم رحت يوم واحد وفي اليوم اللي هم طلبوني فيه واخد بالك كان هي واحدة ست تمام فقلت لها أنا هكتب أنا التقرير بإيدي المحضر هكتبه بإيدي وهقفل قالت لي لا قلت لها خلاص مفيش حاجة عليك. السيدة منى أمين إبراهيم محمد يا ريس يا دكتور حمد ازي حضرتك؟ أهلا يا جابر بيه معلش في مشكلة تانية أنا معايا زوج وزوجة موجودين معايا جايين من المنيا مخصوص الزوج اكتشف كان رايح يطلع يعمل حاجة عشان مشروع خاص بيه اكتشف إن زوجته معينة في الوزارة في المشروع القومي لتأهيل شباب الخريجين متعينة من سنة 96 هو اكتشف ده وانها بقى لها 20 سنة 21 سنة معينة وهي لم تختر بالتعيين وفي حد بيقبض مكانها وهي محرومة من الالتحاق بأي وظيفة لأنها كان لها رقم تأميني تابع لوزارة الزراعة. دلوقتي في واحد الأستاذ حسن الفولي رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي جوله هنا وما لقوش حل ولا ضبط ولا ربط في الموضوع. تسمح لي يجوا لحضرتك اهو زي ما هم قابلوا الدكتور حسن قابلت الدكتور حسن عم مصطفى جميل قابلوا الدكتور حسن من سنه قال لهم ايه يا فندم من سنه قالوا لك ايه من سنه شال اسمها من على التامينات بدل ما يرجع لها حقها شال اسمها من على التامينات خالص لا اصل هو الدكتور حسن ما يملكش يشيل اسمها من على التامينات لان حضرتك عارف التامينات دي جهه مستقله يعني ما لهاش علاقه باي وزاره طيب انا استسمح حضرتك يجوا لحضرتك يوم ايه؟ يا فندم يشرفوني اهلا وسهلا ياخدوا رقمي ويشرفوني هي بس معانا الورق هياخدوه يا فندم تمام معانا الورق ان هي متعينه رسمي ده الورق رسمي ان وظيفه رسمي اهلا وسهلا القطاع الاداري حضرتك تشرفني بالورق وهنبحثه ولو ليك حق هتاخده والمتسبب في هذا الخطا هياخد عقابه الله ينور عليك يجوا لحضرتك امتى يا دكتور؟ يا فندم في اي وقت ياخدوا رقمي من سعادتك من الكنترول وتواصلوا معايا والاسبوع الجاي اهلا وسهلا. طيب يا فندم بشكرك يا دكتور شكرا جزيلا. طيب ده الدكتور حامد ده المتحدث باسم وزاره الزراعه. طب ما خدناش حقنا ما هم معاهم الاختام والورق ورد حضرتك روح احنا خلينا نترك الاطار القانوني الاول الاطار الرسمي ايوه وبعد الاطار الرسمي يبقى لنا كلام تاني فهو لو حتى رئاسه الجمهوريه هتحل الامر بوزاره الزراعه وزاره الزراعه هتبت في الموضوع خلينا نروح شوف الدكتور حامد وده راجل محترم وناثق فيه وروح مع حضرتك الورق ونسخه من الورق وروح له مثلا اتفق معاه دلوقتي والزملاء هياخدوا منه معاك وتروح له انت والمدام الاسبوع الجاي معلش تعالى مشوار تاني وروح له وقابله وهنتابع مع حضرتك واللي فيه الخير يقدمه خلاص ان شاء الله ماشي يعني خلينا
لحال حالك لا يا ست الكل، لا ده على عينه وعلى راسه، على عينه وعلى راسه، ما تزعليش ان هي جبنت ان هي تاخد مشكلة. لا يا ام ده حقك عليه، ده حقك عليه. ربنا يكرمك يا رب. لا لا يا فندم، ربنا يكرمك اللي ساعدني ربنا يخليك، تعبناكم معلش جيتوا لحد هنا. مفيش تعب. الاستاذ مصطفى عبد المنعم عبد اللطيف وزوجته السيده منى امين ابراهيم محمد ان شاء الله يرجع لها حقها باذن الله. خلينا اخذ فاصل اخير وارجع مع حضراتكم واحدى السيدات الفضليات ست سعديه في هذا المجتمع بعد الفاصل.